السؤال ديالك ماذا قدم عبد الحق زروالي للمسرح او ماذا قدم عبد الحق زرو المسرح لعبد الحق زروالي هذا علاقات عشق ما فيهاش المقابل انا لا اطلب من المسرح ان يقدم لي اي شيء يكفيني انني كنبحث على شرعيه الانتماء لهذا الميدان واش انا جدير بالانتماء للمسرح وهذا كلمه كبيره اذا هذا المسرح لم ما اعطاني حتى حاجه انا لولا المسرح عبد الحق زروالي لولا المسرح لان سؤالك هو ماذا اعطى المسرح لعبد الحق لولا المسرح كيف قلت في مناسبه خارج المغرب كان عبد الحق الزروالي غيكون في ثلاثه ديال الحالات اما انه في السجن واما انه في القبر واما انه في مستشفى المجانين اذا الى هذا المسرح هو الفضل ديالو خلاني ما نكونش في السجن وما نكونش في مستشفى المجانين وما نكونش في القبر بارك عليا شكرا ايها المسرح